الله مكان سيف الباشا راح يصير سيف الهادئ. ايه سيف يلا. قصة الهدوء وياك، يقول لك اكو ناس مهدديك، شنو هذه القصة؟ هاي ما حد يهددني ويا هاي الميوزك. يلا ما حد يهددني، لكن قضية الهدوء قضية ما اقدر اشرحها، مو لانه هي صعبة، لا بالعكس اسهل من السهولة، بس اكو اشياء موجودة بداخل القلب ما تقدر تبينها للناس، ممكن يفهموها غلط، ممكن يحسبوها غير حساب. واكيد انت قلت لك واحد مهددني، كل واحد بينا عنده سبيس خاص بي يحتفظ بيه بكل هاي الاسرار، وبينه وبين نفسه يبدي يفكر بيهن، يحكي بيهن، يقلبهن يمنه ويسرى، يريد يبقى يلتزم خير على خير، يريد ما يلتزم هو اللي راح يخسر. فأنا من الناس اللي ما اريد اخسر، لان هواي خسرت بحياتي، ما احب اضيف خسارات. لا ابدا وصلت للخسارة، احب ابقى من نجاح لنجاح. لا سيف ارجوك، مثل سوبر ماريو امشي ايه امشي اقمز اعبر هجمع دراسم. احنا وين كنا نحكي؟ دقيقة وصل مرحلة الوحدة. احنا وين كنا نحكي؟ اه شكو ايش بيك؟ انا وين كنا نحكي؟ وصلنا لماريو. شلون؟ اشرح لك. شلون وصلنا لماريو؟ اشرح لك شو تقمت تصيحي؟ هدوء هدوء ما يصير. شلون وصلنا لماريو؟ انا ارد اعرف. استرسال بالكلام. ما زلت انت حضرتك ما يعني ما قدمت لنا السبب الوجيه او الشخص اللي مهددك، ممكن نقدر نساعدك استاذ سيف. اوكي راح اقول لك شيء. ميوزك. انا ما حد يهددني، لكن من محبتي لهذا الشخص انا قررت اصير هادي. ابد ما حد يهددني، ما حد قررت شنو؟ ما حد قررت اصير هادي. اه ايه كمل. ما حد يهددني. ايه ما حد يهددني. وسلامتكم. تصفيق شباب. صفقوني صفق زعبوري هيدوني. احسنت والله. كان هذا المشهد التمثيلي مقدم من قبل زميلي سيف، نشكرك اليوم شويه. لا خدمتكم اني، شكرا على الاستضافه. بس فعليا هو اكو احد مهدده يعني. هو فعليا اكو احد مهدده وهذا السبب هدوء. انت شو معرفك؟ انت قلت. انا قلت انت شو معرفك؟ انت شو معرفك بالموضوع؟ انت قلت تعرفين شيء ضابط علي؟ كل الموضوع اعرفه. قولي والله. يوم تسالني عادي اقول لهم. تعرفين شيء؟ طبعا اعرف كل شيء، كل هاي الاشياء.